السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف نشرح الدرس السادس وهو بيئتي مسؤوليتي. كما تعودنا نقوم بحل الأسئلة. عندنا هنا: ماذا فعلت السلحفاة عندما خرجت من بيضتها؟ طبعا هنا انطلقت اتجاه، نكتب انطلقت اتجاه البحر. ما الحدث السيء الذي وقع للسلحفاة بعدما غاصت في أعماق البحر؟ طبعا عندنا هنا التهمها مفترس. كذلك عندنا هنا: كيف نجت السلحفاة؟ طبعا عندما جاء الرجل وابنه وخلصاها من الكيس. ما كان الذي ظنت السلحفاة انه كان يحاول التهامها، اللي هي الكيس البلاستيك. الان ننتقل الى هنا. الاسلام يحافظ على البيئة ووعد حمايتها والمحافظة عليها من ماذا؟ الإفساد، حمايتها من الإفساد. الآن ننتقل إلى هنا. أتأمل الموقفين الآتيتين ثم أوضح السلوك. طبعا عندنا هنا رامي القاذورات، وهذا ماذا؟ طبعا سلوك خاطئ. كذلك عندنا هنا عدم السير في الأعشاب، وأيضا هذا سلوك خاطئ. الآن ننتقل إلى هنا. كيف تتصرف في الموقفين الآتيين؟ عندنا: أثناء قيامك بنزهة مدرسية إلى أحد المنتزهات الطبيعية، قام زميلك عابثا بالكتابة على الصخور والأشجار. طبعا هنا أنصحه بأن لا يبعث أو يقوم بتخريب البيئة. أثناء ذهابك مع أسرتك في رحلة جبلية، حاول أخوك فقس بيضة أحد الطيور البرية. طبعا هنا أمنعه لأن هذا السلوك خاطئ ويضر بالبيئة وأيضا يضر بالطيور. عندنا هنا: يصطاد بعض الحيوانات التي منع القانون التعدي عليها. طبعا عندنا هنا يسمى بماذا؟ القضاء على هذه الأنواع من الحيوانات. لا تلتزم برمي القمامة في الحاوية المناسبة لإعادة تدويرها. طبعا هذا يدل على تلوث البيئة، يدل على تلوث البيئة. اشرح هذه العبارة: المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة. طبعا أي أن المحافظة على البيئة مسؤولية كل فرد، فيجب علينا جميعا أن نحافظ على البيئة. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك.